صحا دروك غادي تقول لي لو كان نخلطو ايميليانو مارتينيز مع ماميدو شا يعطينا؟ مع الباليس فادي ما على بالكش تعطينا الشاوشي. واش تجي ربك وين تجي ربك وين؟ باش ندير لكم ريزومي خفيف فوزي الشاوشي. بدا في 2003 في جي اس بورد 8 يالي لعب معاهم دروازون بعدا نقص ديكت لاكابين جي اس كو ديريكت بصح غادي نشوفهم بعدا بلي ميتفاهمش مع قبائل بزاف موراها لعب مع سطيف بعدا راح ترونسفير ال ام سي ال جي ودروك يكمل ايامه في بورد 8 يالي بورد 8 وزي شوشي شفنا اليوم لقطة طردك صرا فيها حدث مع احد المناصرين فهمنا واش صرا بالضبط. جا عندي هذاك اللي فد البالون وقال لي قال لي زان ماميدو هذاك الزواوية ونجمو نسمعوها فرالونتي في لافار بصح اربيت ما سمعهاش هادي الاعادة العودة من فوزي شوشي استرجع هذه الكرة في وقت انه ربما اعوان يعني الاطفال هم الذين يا زان ماميدو مات خلاص وموراها شوشي راح سقسى الاربيت اذا سمعه باسكو مكاش كاين بزاف الغاشي في الصطاد بالك كان قادر يسمعه ولا سمعتها هاو شو كنت قارع من واحد مع البلاش قلبه وراه بصح شاف بلي لابيت ما ندير له والو سمع راح يهضر مع وحده هي تبادل الشتائم وتبادل كل شيء فعلا ثم يتفل مشي يهضر معاه اللي عنده زاد وين بنا واش عنده في يده بالك جاي يضرب بكاش حاجه انا عندنا هكذا امور بصح لو كان قالوا هذيك الدبزه من لاكاريرا تاعه يقعد غارديان اسطوري ومتعنو وصاي كملت الفيديو خوتي ساكات.